فقط يكتمل انضمام بقية الطلبة. دقيقتين راح نبدأ إن شاء الله بالجلسة المناقشة، لأن حاليا العدد قاعد يزيد وقاعد تنضاف الطلبة. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، مساء الخير عليكم. أعتقد العدد يعني نوعا ما جيد اكتمل، نقدر نقول فيما يخص عندكم العديد من التساؤلات. طبعا أنا ما يعني كنت أتصور أنه مو تساؤلات جدا عددها هواي بهذا الحجم، نزلت استفسار إذا كان عندكم أقدر أجاوب بتعليق، لكن بما أنه لاحظت بعضها يحتاج لها زوم، يحتاج لها أنه نخلي الملزمة أمامكم والتجارب أمامكم ونجاوب عليها، فلذلك ارتئيت أنه نفتح وياكم زوم وندردش وياكم، وإذا عندكم ملاحظات أو إضافات أو أي شيء فعلى مود نكون هنا واضحين. طبعا اغلب اللي شفت التساؤلات يعني راح نجي ان شاء الله حسب استفساراتكم، انه هي قضيه الاسئله والهوم ورك. بالبدايه قبل لا اتكلم عن الاسئله والهوم ورك، اعيد فكره او قضيه الامتحان مالكم العملي شلون راح يكون. الامتحان راح يكون تجي انت الامتحان وتدخل المختبر، بعد ما تدخل المختبر راح تروح ارقام موزعيها احنا، تدخل انت تلقى قدامك اذا تاخذ ورقه تلقى قدامك سؤال او سؤالين، احدهم يتضمن جنبه عمليه. شنو العمليه اللي انتم اشتغلتوه؟ انتم اشتغلتوا فقط preparation of solution، فقط تحضير محلي اشتغلتوا، احتمال تقوم بتحضير محلول، وكذلك تلقى سؤال. هذا السؤال الثاني شنو؟ السؤال الثاني او سؤال او سؤالين هو راح يكون بالمحاضرات اللي اخذناها كلهن. من هي المحاضرات اللي اخذناها كلهن؟ اخذنا السيفتي، سيفتي داخل اي نعم داخل السيفتي، اخذنا السيفتي واخذنا الجلاس وير اسماء الزجاجيات، واخذنا التجربه الاولى والتجربه الثانيه، كذلك التجربه الثالثه اللي هي ديترمينيشن اوف الكحول. لان كلهن داخلات. شنو داخلات؟ داخلات كنظري، يعني انت تجاوب عليه كنظري، مو تجاوب عليه انه تروح تشتغل عملي. شنو الجزء العملي اللي تشتغله؟ تشتغله فقط اللي يضمن شنو؟ فقط اللي يضمن الجنبه العمليه اللي انتم اشتغلتوه. شنو هو؟ فقط تحضير محلي راح تأديها وتنتهي، يعني نحدد لك وقت 10 دقائق او ربع ساعه وتنتهي. فهذا طبيعه الامتحان راح يكون. عندنا هسه القضية يعني اللي موجود هنا عندنا الهوم وورك، او عفوا مو الهوم وورك وانما البروبلم نهاية كل تجربة. يعني هسه هنا التجربة الأولى نهايتها راح تكون discussion او البروبلم اللي موجود عندكم هنا. مثلا السؤال الاول، هسه هذا السؤال الاول الاجابه مالته عندنا
فرعين A و B. How would you prepare 500 مل مال 0.1 مولاريتي at CR؟ عندنا هنا سائل liquid، عندنا هنا liquid، شلون ممكن أجاوبه؟ منو يعرف يقدر يرفع ايده؟ شلون أقدر أجاوبه؟ نعم زينب قحطان، تفضلي زينب. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. أي شلون نقدر نجاوبه زينب؟ دكتور عندي حجم وعندي مولتري. نعم. عندي أوبون تأخذ مولتري من الـHCl. نستخرج من القانون هو مادة صلبة. المولتري. لا عندنا هنا مادة سائلة. عفوا دكتور. نعم. مادة سائلة. استخرج نعم. عندي معطيات منطيني، اقول المولاريتي اس بي جي ار في النسبه المئويه في 100 على المولتر رايت، لان هنا اللي هو نعم استخرج هذا القانون. نعم هذا القانون بس مكان الام. هذا استخرج من عده تركيز فقط مكان الام ام ومكان الكوفلنت ويت. شنو نخليه؟ مولتر رايت مولكيولار ويت. عشان نستخرج من عدة، نستخرج من عدة تركيز من؟ نستخرج من تركيز ال HCl المركز. المركز. إيه. مركز. شكرا شكرا زينب. خلينا نشوف بقية الزملاء ايش يكملون الإجابة. شكرا جزيلا زينب. علي أحمد فاخر، تفضل علي أحمد فاخر. طلعنا هنا التركيز. عليكم السلام. طلعنا هنا التركيز بالمولاريتي مال الـ HCl. شنو بعد الخطوة اللي بعدها؟ نستخدم قانون الـ N1 في V1، شاونا الـ M2 في V1 اللي هو هذا القانون. نعم دكتور. نعم. هنا شنو نعوض به؟ هنا بهذا الـ N شنو نخليه؟ المولاريتي اللي مطيناها بالسؤال. طبعا هنا مكان النورماليتي نستخدم المولاريتي. نعم دكتور. نعم كمل. ونكتب الحجم المطينا بالسؤال وتساوينا المولاريتي طلعناها هسه واللي في هو الرايدة. نعم هنا يعني احنا هسه هنا نجي نعوض القانون مثل ما ذكر. شكرا مصطفى. نعوض هنا القانون هسه نجي هذا السؤال هو هنا بالبداية الـ SPGR نستخرج من عدة تركيز بالمولاريتي. بعد ما استخرجنا راح نستخدم القانون M1 في V1 يساوي M2 في V2. هنا شو نعوض به؟ هنا عندنا هنا قبل عملية التخفيف اللي هو طلعناه من خلال الـ SPGR، هذا من خلال الـ SPGR نحصله هذا الـ M1 اللي قبل شوية ذكرته لكم زميلتكم. هذا يبقى مجهول. هذا الـ M منين؟ هذه نفسه نجي نعوضه هنا. الحجم بالمل نعوضه هنا. بالتالي منو يبقى مجهول؟ يبقى مجهول فقط هذا نستخرجه اللي هو X يمثل الـ X، هذا نستخرجه هنا. هاي الطريقة نقدر نحل الفرع أي. نجي هسه الفرع B. نجي هسه فرع B ناخذ مريم إبراهيم. نعم مريم إبراهيم تكلمينا عن إجابة من فرع B. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور الجواب عندنا موجود الـ HCl منطينا النورماليتي مالتها 0.9. بالبداية لازم نحول الواحد لتر إلى الملي لتر. نعم. ونستخدم قانون النورماليتي لاستخراج النورماليتي اللي مجهولة، ونستخدم قانون التخفيف N1 في V1 أو N2 في V2. زين احنا الـ N1 في V1 N2 في V2 التركيز الـ concentration المادة المركزة شلون نطلعها؟ شلون نستخرجها؟ قانون النورماليتي SBGR
جي آر في 100% في ألف على ال. ممتاز 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 ممتاز، شكرا جزيلا. نفس الفكرة اللي قبل شوية حليناها مثل ما ذكروا زملائكم أيضا بي، أيضا نفس الفكرة مثل ما ذي، فقط الاختلاف، فقط وين الاختلاف؟ الاختلاف أنه اللتر نحولها ألمن، نحولها إلى مل، نضربها في ألف تتحول، لأن ما يصير نستخدم وحدات اللتر. نفس الفكرة ونفس التطبيق مثل ما الفرع أي، لكن فرق هنا مولارتي وهنا راح ناخذ مولارتي. السؤال الثاني اللي هو الـ HCL، ليش not a primary standard؟ ناخذ المؤتمل بالله، تفضل المؤتمل. دكتور لسهولة أخرى. نعم المؤتمل. دكتور تسمعني؟ سمعك واضح، تفضل. لسهولة تبخره. شكرا. صباح حميد، فضل صباح، شنو الإجابة؟ نعم صباح. Because it evaporates easily، بسبب أنه يتبخر بسهولة. Easily evaporation. نعم شكرا لإجابتكم. بالتالي هذا السؤال طبعا أكثر من مرة تطرقنا له إحنا وتحدثنا عنه وتكلمنا عنه. فيما يخص التجربة الثانية اللي هي تخص الكيمين أوفور والأكسيديشن ريدكشن، طبعا لاحظت استغربت أنه أكثر من طالب سأل أنه هاي الملزمة ما موجودة، يعني أنا كنت أتمنى أنه الملزمة اللي ينزلها تقروها كلها على ما تشوفون التجارب كلها موجودة، يعني كيمين أوفور يعني مجرد تنزل ورقة ورقتين راح تلقى التجارب كلها موجودة، يعني صراحة استغربت أكثر من طالب بهذا المجال. نجي هنا عندنا السؤال الأول اللي هو calling the KMnO4 solution before add concentrated sulfuric acid. ليش هنا نسوي calling قبل لا نضيف ال concentrated H2SO4 اللي هو يعني احنا عندنا KMnO4 بعد ما قمنا بعملية الهيتينج إله، قمنا بعملية شنو؟ عملية الكولينج إله، يعني بردناه. ليش بردناه قبل لا نضيف السلفوريك أسيد؟ خنساء علي، تفضلي خنساء، شنو إجابتك؟ ماكو خنساء ما نسمع. خديجة جبار، تفضلي خديجة. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. نبرد التفاعل لأن التفاعل هو باعث للحرارة، لازم نبرده على مود نضيف له السلفوريك أسيد. نعم شكرا شكرا. صادق نعيم، تفضل صادق. نعم دكتور، because it is exothermic دكتور، لأنه باعث للحرارة. exothermic باعث للحرارة. بعد زينب قحطان، تفضلي زينب قحطان، أريد إجابة شوي أكثر شمولية. يعني اي دكتور هو لان باعث للحراره. باعث للحراره. زينب علي فيصل، تفضلي زينب. نعم زينب علي فيصل. نعم دكتور هو هماتين باعث للحراره. باعث للحراره. نشوف مريم ابراهيم، تفضلي مريم. دكتور لأن التفاعل يكون باعث للحرارة وعند إضافة الحامض له سوف تزداد درجة حرارة ما يؤدي إلى تفكك المركب. نعم يعني بس يعني حسستيني كأنه قاعد تقرين إجابة مكتوبة قدامك وبالعربي، يعني هذا بالتالي ما يعني ما تنفع بالامتحان، المفروض يعني على الأقل كلمة كلمتين أخلي لها بالإنجليزي. ما يمي إجابة يعني إيش جاي أجاوب من عقلي صراحة. الله يخلي لك عقلك وشكرا لجابة لطيفك
ليش كانت الإجابة لطيفة. طلابنا مثل ما ذكروا زملائكم هنا عندنا احنا ذكرنا شنو؟ ذكرنا انه الكيمين اوفور سنسيتيف. سنسيتيف لمن؟ سنسيتيف للهيتينج درجة الحرارة ممكن يصير ديكومبوزيشن، وكذلك سنسيتيف لللايت حساس ايضا تجاه الضوء. هنا عندنا احنا قمنا بعملية الهيتينج لمن الكيمين اوفور، قمنا بعملية هيتينج. شنو الغاية من عملية الهيتينج؟ على مود تزيد انكريز السوليبيليتي، نزيد الذوبانية increase بالsolubility. بعد ما قمنا لازم نضيف خطوة شنو؟ نضيف sulfuric acid H2SO4. زين أنا أريد أضيف sulfuric acid H2SO4. H2SO4 مثل ما ذكروا زملائكم هو exothermic يعني باعث للحرارة. إذا أضيفه هو هنا ساخن وأجي أضيف sulfuric acid راح ترتفع درجة حرارته، ممكن توصل إلى مرحلة يعني قريب الغليان يعني، بالتالي راح يصير لنا decompose element الكيميوفور. يعني شنو ديكومبوز؟ يعني يتفكك المركب، يعني مركب يخرب عندنا. فبالتالي لين احنا عندنا هنا سلفريك اسيد اكزوثيرميك والكيميوفور سنسيتيف تو هيتينج للتسخين، بالتالي ممكن يصير له ديكومبوز. لذلك نتجنب انه شود بي نوت اد كونسنتريتد سلفريك اسيد، شود بي نوت، ما يصير نضيف H2SO4 الا ان قوم عملية الكولينج الكامل أوفر. النقطة الثانية هي the solution صوديوم أوكسيدات المزيج اللي خليناه بالكونيكال فلاسك اللي هو سلفريك أسيد. ليش نقوم عملية تسخينها لحد درجة 65؟ مع ملاحظة أنه أنا قلت لكم أنه إذا ضفنا H2SO4 وشفنا أن درجة الحرارة ازدادت باعتبار أنه H2SO4 يسوي تفاعل إكزوثيرميك، نقدر نستغنى عن هاي الخطوة، ما نقدر نقوم، ما مو بضرورة نقوم بها. لكن شنو الغاية هي أساساً أنه لازم توصل درجة الحرارة 65؟ زينب قحطان، فضلي زينب. دكتور تو انسرز سلوبيتي لزيادة ذوبانيته، زيادة ذوبانيته هو سائل اساسا، يعني انا مسوي سوليوشن بالتالي اكيد ممتزج يعني، فما احتاج على مود ازيد ذوبان، مو ماده صلبه على مود ازيد ذوبان. خديجه جبار، تفضلي خديجه. دكتور على مود يوصل التفاعل يعني نقطه نهايه التفاعل، على مود يعني الاند بوينت اوف رياكشن، على مود نوصل. بعد من عنده اجابه طلاب؟ منو بعد عدى إجابة؟ جيد. طلابنا هاي عندكم هنا إذا تلاحظون، طبعاً أنا راح أعطيكم هومور خلال هذا الزوم إن شاء الله. طبعا تلاحظون هنا عندنا الخطوه اللي هي هيتينج على مود نقوم عمليه هيتينج هنا، قلنا ممكن ان نستغنى عنها نضيف هنا H2SO4. اثناء هاي التفاعل اللي تلاحظون الطلاب راح يتكون عندنا CO2 غاز ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون هنا وجوده، اذا موجود غاز ثاني اكسيد الكربون هذا ممكن انه يسبب خلل بعمليه التايتريشن، عمليه التسحيح، يعني ممكن انه يسبب لي اشكال بعمليه التسحيح. يعني هنا انا راح اقوم بعمليه التايتريشن، هذا كونيكال فلاسك بي، هنا اكو فقاعات منين؟ من غاز ثاني اكسيد الكربون، هاي راح يسبب لي خلل، ما راح يعطيني محلول هوموجينيوس يعني محلول متجانس، فبالتالي ضروري انه ازيل الفقاعات. شلون ازيل الفقاعات؟ من خلال تسخين المحلول درجه حراريه 65. اتخلص منين؟ على مود ريموف سي او 2 غاز، على مود اتخلص من غاز ثاني اكسيد الكربون. ببساطه هاي هي الاجابه. عندنا راح ناخذ هسه هنا الاخر شيء مال التجربه الثالثه، وننتقل اذا عندكم استفسارات او اسئله. قاعد لاحظ ايضا بالشات كاتبين، افضل انه بالمايكروفون على مود تكون اكثر اعم الاسئله. عندنا هنا الاسئله، عندنا هنا البروبلمز على مود عندنا اي وبي. شلون نميز بين الايل الكحول ونورمالي بروبايل الكحول؟ هنا عندنا الايل الكحول. اول شيء الايل الكحول شنو هو الايل الكحول؟ الايل الكحول سي اتش 2
دبل بوند هنا تكون موجودة C. يعني طلاب المفروض أنه يعني المفروض أنه شنو إذا ما لقيتوا الاسم المعروف أروح أبحث بالإنترنت ألقى CH هنا بصفة آصرة صير CH 2 الأو H أكتبها جوا لين ما تكفي هناك أكتبها O H هذا يسمى الايل الكحول يعني هو تسميه شاعر كمون مالته الايل الكحول تسميته النظاميه بروب 2 ان 1 او يسمى لان عندنا هنا مجموعه كحول فهنا CH2 CH CH2 OH هذا الايل الكحول عندنا نورمال بروبايل الكحول البروبايل الكحول اعتقد واضح كلش واضح يعني مجرد انه هنا عندنا CH3 CH2 CH هاي هنا اصل تصير CH2 هذا بروب OH يعني الفرق بين هذا المركب وهذا المركب فرق بيناتهم بين هذا المركب وخلي اميزه عزله وفرق بين هذا المركب شلون نقدر نميز بيناتهم مع ملاحظه انه عندنا هنا شنو طلاب عندنا هنا يعني هنا عندنا يعني OH OH انت بقول شنو هي OH هنا اوليه ثانويه شنو يا كحول من عتن هذا نعم نيجي هسه جعفر عبد الصاحب تفضل جعفر دكتور انا عندي سؤال بخصوص سلايد 12 لا هسه حاليا عندنا هسه نجاوب على هذا النوع نجي لاسئلتكم تمام دكتور منو شكرا فطلابنا الاعزاء يا وعد اجابه صادق نعم تفضل صادق نعم دكتور كحول اولي دكتور كحول اولي يعني برايمري دكتور فاهمك شلون اسوي ديستينج وشلون يعني من خلال باستخدام لوكاس تيست شلون يعني اقدر افرق بيناتهم دكتور الاول الاليل راح يتفاعل دكتور لان مو مشبع بيأثر مزدوج الالايا نعم نعم دكتور الثاني دكتور ما يتفاعل ليش ما يتفاعل الثاني دكتور لان كحول اولي ومشبع اصره مفرده اصره مفرده يعني هسه هذا كحول هذا الالايا تعتبر كحول اولي والثاني بروبايل ما تعتبر كحول اولي دكتور اثنين كحول اولي لكن الالايل غير مشبع الالايل غير مشبع وبالتالي شنو يتفاعل ممكن انه يتفاعل يعني بالالايل يتفاعل والثاني ما يتفاعل نعم دكتور نعم شكرا بعد منو طلاب عنده اجابه ها طلاب طبعا صادق نعيم كانت اجابته يعني زهراء عدنان لا الصوت واضح خاف الانترنت موجود ضعيف عندك الصوت ما يقطع اجابته نوعا ما قريبه احنا طلاب من اجينا هو هذا السؤال اكثر ما يكون يعني خارجي من اجينا هنا وقلنا بعمليه الديستينجوش التمييز بيناتهم باللوكاس تيست قلنا انه البرايمري ما يتفاعل البرايمري ما يتفاعل نهائيا بينما التيرشري الثلاثي يتفاعل كحول ثلاثي يتفاعل الثاني ثانوي يعني سكندري يتفاعل لكن ببطء لكن ثالثي ما يتفاعل جيل اللي هنا بهذا هسه الكحولات اثنيناتهم سواء الايل الكحول او بروبايل الكحول اثنيناتهم برايمري هذا برايمري وهذا برايمري شلون اقدر اميز بيناتهم باستخدام لوكاس تيست
المفروض وفق القاعدة اللي قلت لكم يا المفروض الاثنيناتين ما يتفاعلن، وهو بالفعل المفروض الاثنيناتين ما يتفاعلن، لكن هو السؤال مثل ما قلت لكم يعني السؤال هذا خلي نقول خارجي، يعني ما راح أجيب لكم أنا أسئلة خارجية، بس أنا قصدت أجيب لكم السؤال على مدة مفروض تروحون تبحثون وشوفون الإجابة شلون المفروض تكون. زميلكم هنا كانت إجابته يعني جدا قريبة، هذا راح الألاي راح هو يتفاعل باعتبار أنه هو unsaturated غير مشبع ويحتوي على أسرة مزدوجة، هاي الأسرة المزدوجة ممكن تقودنا إلى وجود يعني تفاعل تربيدتي تتكون قضية الفصل بيناتهن بين الطورين اللي هو قلنا يتكونن two face طورين أو طبقتين يتكونن بالفعل راح يتكون، بينما الثاني هذا هو primary يعني pure primary فما راح يتشكل أي شيء، فما راح يشكل أي شيء. هذا فيما يخص على هذا النقطة أو هاي الملاحظة. نجي هسه من طلاب نجي إلى الثاني البنزايل الكحول وبنتايل الكحول، بنزايل وبنتايل الكحول من يعد إجابة عنهن؟ ها طلاب شلون نسوي distinguish between them؟ نعم غدير دكتور عن طريق الأكسدة؟ عن طريق الأكسدة لا، أنا هنا وضع شرط. شنو الشرط؟ أنه باستخدام اللوكاس تيست، باستخدام لوكاس تيست. دكتور أنا ما أتذكر أنه منو أو الثانوي ومنو أولي، بس أنا أتذكر لما بحث على الإجابة إذا باستخدام الكاشف أول واحد 10 دقائق راح يأخذ من عندي، والثاني راح يأخذ يعني مباشرة أنا راح يتكون هذا استخدام الكاشف لوكاس اللي هو نعم. ZNSL3 نعم ZNCL2 نعم جيد شكرا شكرا. بعد طلاب من عنده إضافة؟ ها طلابنا من عنده إضافة؟ طلابنا الأعزاء هذا فرع ب فرع اي وفرع ب، هذا راح اعطيكم اياه هومورك، راح اخلي رابط وخلي هذا السؤال هو يعني هو يعني مو مثل ما يقولون سؤال ب فكره، السؤال يعني اثنيناتهم ان اي وبي ب فكره، الاي نوعا ما نوهت انا عليه اجابته وصار قرن اجابته يعني جدا قريبه عليه ونوهت عليه انا، لكن ب ايضا ايدكم تجاوبون فجاوبوا لي اي وبي اعطيكم اياه هومورك والرابط يعني أخلي لكم رابط والرابط مفتوح يبقى تقريبا أسبوع تقدرون منه اليوم الامتحان تقدرون تجاوبون عليه الإجابة على هذا السؤال أي وبي أي وبي. نجي هسه السؤال رقم 2 How can distinguish between benzyl alcohol and cyclohexanol without leucastase من دون استخدام leucastase شلون نقدر نميز بيناتهم طلاب من يعرف من دون استخدام اللوكاس تيست؟ ها طلاب طريقة ذاكرها أنا بالتجربة صادق نعيم نعم صادق دكتور البنزايل هو أروماتيك الكحول نعم نعم دكتور والسائل له القانون هو أليفاتيك الكحول بالتالي من خلال الاحتراق نقدر نميز من خلال الاحتراق والاحتراق شلون يشطيني شلون اقدر اميزه دكتور السائل له القانون الاليفات تحترق بشعلة زرقاء وتبنوف له بدون دخان بس صوت شويه صار ممكن مش واضح شلون دكتور السائل له القانون تحترق بشعلة زرقاء نعم بلو فليم نعم دكتور البنزايل وذيلو سموك فليم شكرا شكرا. هدير عدي تفضلي هدير شنو عندك اجابه؟ دكتور نميز بينهم عن طريق الاحتراق من خلال البرن نعم استاذ البنزين نعم. من يحترق ينطينا له الداخل لانه مركب اروماتي اروماتيك اي ونسبه الهيدروجين فيه كثيره العفو نسبه الكربون الى الهيدروجين كربون نعم كربون هو اللي مسؤول عن لون الدخان نعم المركب الثاني
المركب الثاني يحترق بلهب يعني غير داخن، لأن المركب أوليفاتي. أوليفاتي without smoke من دون دخان. والكربون بيصير قليل. نعم. المؤتمر تفضل المؤتمر، شنو إجابتك؟ دكتور الإجابة نوعا ما عن طريق رائحة كون بنزال طريق الأودر رائحة سميرينج من خلال الشم يعني؟ بنزال رائحة نفاذة ومميزة وقوية. نعم. مع الإتانول. بس المؤتمر هم اثنيناتهم كحول واثنيناتهم لهم رائحة يعني يتميزون برائحة رائحة طبيعية للكحول. المركبات الأرماتية ذوات رائحة مميزة ونفاذة إضافة إلى خاصية الاحتراق. لا هو شوف شوف أنا من ذكركم بالبروبرتيز، شوف هسه هنا هسه راح أروح أنا للبروبرتيز طلاب. شكرا مؤتمر. بالبروبرتيز ذاكركم الكحول ار كولرليس ليكويد وذ ا سبيشال فينت اودر، يعني ما ذاكر هل هو اليفاتيك او اروماتيك. الكحول بشكل عام يتميز بهذا الميزه، يعني يتميز بهاي الميزه. طبعا اغلبكم جاوب، بس استخن باخر شيء ناخذ مريم. نعم مريم تفضلي. دكتور منكم عن طريق الاحتراق، من خلال الاحتراق. نعم صحيح. وعلي أحمد تفضل. علي أحمد آخر شيء. دكتور من خلال ماء البروم الأحمر حيث يتفاعل البروم الأحمر مع الماء البروم ويختفي اللون الأحمر. نعم. أما سايكلوهكسانول لا يتفاعل. شكرا شكرا علي. انا يعني انا بدي اقول مثلا without Lucas test، انا اقصد الاجابه من خلال المحاضره اللي موجوده، يعني من خلال المحاضره اللي هو طريقه جدا بسيطه وسهله اللي هو من خلال الاحتراق اللي هو هنا ذاكر لكم الاليفاتيك الكحول اللي هو الهكسانول. هنا راح يكون سايكلوهكسانول هو اليفاتيك، فبالتالي راح يحترق بلو فليم، راح يكون اللون مالته وما بيسموك. بينما الاروماتيك راح يعني يلو سموكي فليم يكون داخن. شنو سبب الدخان؟ ذكرت زميلتكم انه الكحولات بشكل عام تكون نسبه الكربون بيها جدا عاليه، نسبه الكربون بيها تكون جدا عاليه، فبالتالي تحترق يعني بدخان، بوجود دخان. الدخان هو اللون الاسود مال الدخان او الكربون اللي موجود به، بالتالي يجي من النسبه العاليه من الكربون الموجوده بالاروماتيك، فمن خلال هذا نقدر نميز بيناتهم. شنو بعد باسئله؟ عندنا واي الكحول جنرال هاف هاير بولينج بوينت، يعني هنا كومبير بتوين الكحول مقارنه مع النفس الايكوال مولكول ماسز، يعني هنا عندنا نوعين بالضبط نفس النقطه اللي هنا ذاكرها انا اللي هنا عندنا هنا نفس ميثان اللي هو عندنا CH4 وهنا ميثانول اللي هو CH3OH. ليش دائما الكحولات درجة غليانها أعلى منين؟ من نفس الموليكولر ويت، نفس الوزن الجزيئي نظرائها من دون الـ OH. يعني هنا CH4 هنا CH3OH تكون أعلى. من نجي هنا نقارن CH3 نقارن هو الإيثانول اللي هي CH2OH تكون أعلى. السبب شنو السبب؟ سبب ممكن ذكرونا منو يرفع يد طلاب يذكر لنا السبب؟ رسل. نعم رسل تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. دكتور احتواء على عصر هيدروجين، لذلك تتطلب طاقة أو درجة حرارة عالية أو قناعة عالية على مود اللي تنكسر هذه الأواصر هيدروجينية. نعم. وجود السبب وجود الأواصر الهيدروجين هيدروجين بوندينج. من بعد عدة إضافة طلاب؟ شكرا. طبعا هو الإجابة هنا واضحة أنه يعني هنا عندنا أواصر الهيدروجين بوندينج بالكحولات تتكون أواصر هيدروجين بوندينج. إذا ترجعون للمحاضرة السابقة أنا شرحت بيها شنو هي الأواصر الهيدروجين بوندينج.
ما لو تتكون اواصر هيدروجين بوندي، قال من اين اوصل لمرحله البولينج بوينت، مرحله الغليان، احتاج انه تتحطم هاي الاواصر. فعمليه تحطم الاواصر يحتاج طاقه، الطاقه هنا شنو هي الموجوده؟ هي عباره عن حراره، معناها احتاج حراره اعلى على مود شنو؟ احطم الهيدروجين بوندينج على مود اوصل البولينج بوينت. بينما بالالكانات ما موجوده هيدروجين بوندينج بيناتها، الكانات موجوده ما موجوده بيناتها هيدروجين بوندينج، بالتالي ما احتاج هاي الحراره العاليه على مود اوصل مرحله الغليان على مود احطم اواصر، لان ما موجود هاي الاواصر، فبالتالي درجه حراره جدا بسيطه تكفي انه توصلك لمرحله البولينج بوينت. هاي كان هنا عندنا فيما يخص قضية الأسئلة. هسه شنو عندكم طلابنا أسئلة؟ قدرون ترفعون إيديكم وبالترتيب بالتسلسل. نجي فاطمة حيدر، تفضلي فاطمة حيدر. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لاستخدام الزجاجيات يعني سابقا قلت بس فهم سوموني، أهم تجيب لنا سؤال ما هو استخدام مثلا هاي الزجاجية هيجي؟ لا، الزجاجيات الجلاسوير انا مثل ما قلت لكم فهم ومطلوب من عندكم اسماءها حفظ، الاسماء من عندها مطلوب حفظ. شكرا لك. عفوا. نجي لمصطفى كريم، تفضل مصطفى كريم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور بالنسبه للاسئله تخص التجارب نحفظ بس هذين الأسئلة الموجودات بنهاية كل تجربة بالنسبة للنظري؟ لا، النظري يا نظري يعني النظري العملي غير قصدك المادة العملي. لا كل تجربة داخلة. لا هو التجربة أنا أقراها بس من ناحية كسؤال حفظ كتابه بس هذين الأسئلة بنهاية كل تجربة. أنت لا تحفظ حفظ كتابة لا تحفظ، يعني أنت عبر من يمك اعتبره كأنه مادة عربية قاعد تعبر، إذا حفظ صعب عليك أنه هاي كل المادة تحفظها، يعني صعب تدرك الماده كلها، حاول تعبر من يمك بالانجليزي، تخطا اوكي ماكو اشكال، تخطا بالاسبيل ماكو اشكال، لكن توصل لي فد ماده انا افهمها شنو كاتب انت. اي واضح انا هذا فاهمه، بس قصدي هن ذني الاسئله مو دكتور؟ مو فقط الاسئله، معناها حتى الاسئله اللي طرحتها اثناء الشرح اللي شرحتها لكم ايضا داخله، ويعني التعليل اثناء الشرح ايضا داخل، بالتالي اللي شرحته كله داخل. واضح، مشكور دكتور. شكرا. جعفر، تفضل جعفر. نعم جعفر. دكتور بس بالنسبة لسلايد 12. سلايد 12. سلايد 12، نعم. شبيه سلايد 12؟ هذا سلايد 12. دكتور بس البرايمري والسكندري دكتور البرايمري والسكندري بالسكندري ممكن تجي اتش 2 صحيح مو صحيح؟ اتش 2 بالسكندري لا ما ممكن، فقط اتش واحدة بالكربون هذا فقط اتش واحدة؟ فقط اتش واحدة نعم. وبالثالثة ولا تشغي نهائيا ماكو اي اتش موجودة. زين دكتور الاسئله بالنسبه للاسئله مالت تعطينا كمخططات نفسها المخططات الموجوده؟ شلون مخططات ما فهمت؟ هاي التراكيب الموجوده اللي بالجو قانون هاي الجو نعم ايش فيها؟ نعم بس هاي تجيب لنا تطلب نوع ال وتطلب نوع ال يعني البرايمري كان او سكندري؟ يعني ما قاعد اسي يعني هي هاي موجوده امامك، ممكن اجوز اعطيك شكل واقول لك حدد، المفروض انت تعتمد هاي القاعده انه بالكربون المرتبط بالاوج مو شرط الاذن، لا ممكن غير. لا دكتور نفس هاي الاشكال يعني تجيب لنا هيك. اي نعم ممكن نفس الاشكال نعم. نعم ممكن. هذا هو دكتور ممنون. شكرا. هذا هو دكتور ممنون. مريم ابراهيم، تفضلي مريم. دكتور بخصوص التجربة الميثود اوف اكسبريشن ذا كونتراكشن اوف ذا سوليوشن، يعني هذه المحاضرة هي نظري ولكن يعني مرتبطة بالعمل، يعني تدخل يا محاضرة بس ما سمعتك.
ميثود اوف اكسبريشن مال فيما يخص قضيه التراكيل. نعم اكو بها اكو نوع من التداخل، لاحظتوا انه الاس بي جي ار اخذنا القضية مع الاس بي جي ار في النسبة المئوية، وكذلك الويت عليكم يعني مثل ما تقول متقاربة نفس الفكرة ملعته. وبالحقيقة دائما المادة النظرية ناخذها نجي نطبقها بالعملي، فهي شرح تقريبا نفس الشرح هو موجود، بس لكن بالمادة النظرية خذينا بي بي ام وغيرها من بي بي ام، فهي ما داخلة تعريف لك تدخل. لا لا طبعا ما داخلة، فقط انتم ملزمين بالملزمة اللي اعطيتكم اياها اللي تخص المادة العملي فقط. زين دكتور، ولا السيفتي يعني شلون تجي اسئلتها؟ يعني ما فهمت سيفتي يعني نهائيا ماكو يعني مو حفظ، وانما فهم كانه تقرا لك ملزمه بالعربي فهم تفهم هاي هاي معناها هذا الشيء هذا الشيء معناه، يعني ما يعني انت تجي تعبر مثل الملاحظه اللي ذكرتها زميلك قبل شويه تعبر. نعم مثل يعني تجي تعبر تعبير من يمك، بس كحفظ يعني صعب صعب ان تحفظون هاي الماده كلها حفظ، مو ماكو شيء. يعني مثلا احد الطلبه قبل فتره كلمني انه البروسيجر حفظ، ماكو شيء اسمه بروسيجر حفظ، خطوات عمل هي هاي، يعني انسان يفهم فهم وليس حفظ. طبعا دكتور هي لازم فهم مو حفظ. شكرا دكتور. شكرا شكرا. رقيه حيدر تفضلي رقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عاد نجيب ويانا حاسبة بالامتحان على مود يعني المسائل وهاي. همزين ذكرتيني بهاي الملاحظة، من الضروري والمهم جدا تجيبون وياكم حاسبة، وممنوع استخدام الموبايل، وهاي ذكرتيني ومشكورة، وراح أذكرها أضيفها بالجوجل كلاس روم كتنويه. لازم ومهم جدا تجيبون وياكم حاسبة، ممكن أعطيكم سؤال مسألة، فجدا مهم تجيبون وياكم حاسبة. شكرا للملاحظة، الملاحظة جدا مهمة كانت. شكرا دكتور. زينب عبد الرؤوف تفضلي. زينب شنو عندك؟ نعم زينب، زينب عبد الرؤوف. دكتور بس بالنسبة للدرجة مع الامتحان. نعم. يعني تقسم شلون على السؤال اللي راح يجي نظري والتجربة عن التحضير؟ فيما يخص قضية الدرجة، الدرجة مالتكم يعني هي بشكل عام المادة العملية مالتكم كلها عليها 15 درجة. أما قضية تقسيمها ويعني شلون راح تتوزع وشلون راح تتقسم، صراحة حالياً ما أريد أوزعها وأقسمها عليكم لمن أشوفكم يعني على مدى راعي وضعيتكم، مثلاً أشوفكم إذا قويين بالامتحان على مدى أعطي درجة أعلى للامتحان، إذا أشوفكم يعني من ناحية الواجبات الكوزات حضور شيء أقوى أخلي درجة للقضية الكوزات، يعني أراعيكم بها في هذا الموضوع. يعني حاليا ما محدد لكم توزيع مالتها، بس هي مجملها ومجموعها راح تكون عليها 15 درجة. شكرا دكتور. شكرا. زهراء عامر تفضلي زهراء. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. علي صوتي زهراء، صوتك كلش ناصي. دكتور هاي المحاضرة ما لقيتها باليوتيوب شرح لها مال الكحول؟ اي هي هاي المحاضرة، هذا البي دي اف موجودة، نروح على جوجل كلاس روم ويعني موجودة بالجوجل كلاس روم، تلقينها على كلاس وورك روحي، وراح تلقينها ضمن المحاضرات اللي انا شرحتها ونزلتها لكم على اليوتيوب. يعني ألقاها موجودة الشرح؟ إي طبعا تلقينها موجودة. تمام شكرا دكتور. عفوا عفوا. فاطمة حيدر تفضلي فاطمة. دكتور بس الجدول مع الانديكيتر مع دلائل من حفظه ولا لا؟ لا مو حفظ. نبأ أحمد تفضلي. نعم نبأ أحمد. طلاب وقت المحاضرة راح تنتهي. علي أحمد تفضل. علي أحمد. دكتور. دكتور بلا زحمة. نبأ أحمد. أي دكتور. خليني نشوف نبأ أحمد منه بنرجع لك. تفضل نبأ. دكتور بس. دكتور لا بس لا ما صير زحمة. شنو الفرق بين الويت والمولكيولر ويت؟ هل سامو الاثنين أو زام؟
فرق بين الويت المونيكولر ويت والشنو والكوفيننت ويت والويت لا الويت الويت والمونيكولر ويت. هسه واضح لك المونيكولر ويت طلاب هو مجموع الاتوميك ويت، يعني مجموع الاوزان الذريه. يعني شنو نجي هسه مثلا عندنا الاتسيال، الاتسيال شنو الاتوميك ويت مالت الاوزان الذريه؟ الاتش واحد والسي ال اللي هي الكلور 35.5. من اريد اطلع المونيكولر ويت مالته اقول مجموع المونيكولر ويت، مجموع المونيكولر ويت مجموع الاتوميك ويت اللي هو 1 زائد 35.5 طلعنا 36.5. الويت هو الوزن اللي هو الوحده مالته تكون بالغرام او بالكيلوغرام او مللغرام. فمثلا عندنا بالقانون اللي هو نورماليتي ويت على المونيكولر ويت في الف على في، الويت وزنها ايش قد راح يكون؟ ايش قد الوزن راح يكون بالغرام؟ 5 غرام، 3 غرام، 2 غرام. بينما المولكيولر ويت هو الوزن الجزيئي، يعني وزن الذرات، يعني مجموع الاوزان الذريه. يعني واذا ترجعين المحاضرات راح تكونين انا شارحها يعني الموضوع. دكتور يعني هسه الويت للعنصر والمولكيولر ويت لل ويت الوحده مالته، الويت الوحده مالته الغرام، يعني الوزن وزن غرام. المولكيولر ويت الوزن الجزيئي اللي هو مجموع الاوزان الذريه، يعني اوزان ذريه نجمعهن، يعني مثلا كلور 35.5، مثلا صوديوم 23، مثلا اكسجين 16. يعني على سبيل المثال هيدروكسيد الصوديوم NaOH، اقول انا هيدروكسيد الصوديوم عندي اريد اعرف ايش قد المولكيولر ويت مالته، ايش قد الوزن الذري مالته، اقول Na اللي هو 23 زائد اكسجين اللي هو 16 وزن الذري مالته زائد هيدروجين اللي هو 1 يكون المجموع 40. اريد اعرف الوزن مالته من خلال القانون، الوزن يطلع لي بالغرام، يعني الوزن مالته بالغرام المفروض يطلع لي. شكرا دكتور. شكرا شكرا. رقيه تفضلي. رقيه عبد الحسين. دكتور انا فرحتني. العفو رقيه، حيدر نسينا. حيدر تفضل. حيدر عبد الباري. نعم تفضل. السلام عليكم دكتور علي احمد. لحظه اللي قبل شوي قلت له منو؟ حيدر عبد الباري لو احمد علي. علي احمد حسن. يا احمد تفضل. علي احمد دكتور بس السلايد 12 هو هذا السلايد 12 السكندري بيوتري والتيرت بيوتري. سكندري والتيرت شغل ايش بيهن؟ بس عيد لها مال التسميه مالت شلون صارت. هاي بيها اربع ذرات، هاي بيها اربع ذرات مال كربون وصار بيوتري. هسه انا اوضح لك اياها، السكندري طلاب احنا فكره الاسماء يعني التصنيف اللي هو برايمري سكندري او تيرشيري من خلال ذره الكربون الموجوده هنا، يا ذره الكربون المتصله بشكل مباشر ويا من وي الهيدروكسيد وي الاو اتش. ذره الكربون هاي اذا بيها اثنين ذرات هيدروجين او ثلاثه، اثنين او ثلاثه ذرات هيدروجين بيها، يعني ممكن هاي تكون ذره هيدروجين نسميه برايمري، وإذا تحتوي فقط ذرة هيدروجين واحدة سميه سكندري، وإذا ما تحتوي without any hydrogen atom فنطلق عليه تيرشيري. هاي البساطة. بس هاي بيوتانول نفس التسمية، ليش؟ هاي بيها ثلاثة. التسمية قصدك على التسمية مالتن؟ تسمية مال الكحول ما داخلة التسمية، هاي أسماء اللي هنا موجودة ما مطالبين بالتسمية مال الكحولات. تمام شكرا دكتور. عفوا. رقيه حيدر تفضلي. رقيه دكتور نعم. شلون نعرف اذا يكون شو اسمه فقدان واكتساب؟ يا تجربه لا قصدك بالاوكسيديشن ريدكشن؟ اي بالاكسديشن ريدكشن انا ما راح يعني اجيب لكم امثله، فقط الكيمن او فور داخل، يعني ما ادخلكم مع قضيه الاكسديشن ريدكشن، فقط الكيمن او فور وهو فقط ان عندكم الاكسده والاختزال فقط، هو راح يكون الايتا مالته 5. يعني لا تعبون روحكم بالموضوع.
شكرا دكتور. شكرا جزيلا. حيدر عبد الباري تفضل. حيدر دكتور بس الأجوبة النموذجية مال الواجبات اللي قاعد تعطينا اياها. الأجوبة النموذجية نعم دكتور. حيدر ماكو شيء اسمه أجوبة نموذجية، انت اللي تستقي الجواب النموذجي من خلال شرحي ومن خلال توضيحي لكم، انت اللي تبين الجواب النموذجي. يعني احنا بالكليه هنا كليه يعني تختلف عن الوضعيه عن قضيه الاعداديه، انه هو كتاب منهجي موجود ومن خلال هذا الكتاب المنهجي اكو تعاريف موجوده واكو نقاط موجوده. انا شرحت من خلال الشرح، انت اللي توضح يعني تستفيد جواب النموذجي. يعني انا قبل شويه وضحت انه ليش نقوم عمليه تسخين 65 درجه سيليزيه، وضح شرحت الاكسيد ثاني اكسيد الكربون ببساطه الجواب على مود ريليز سي او 2، تحرر سي او 2 او ريموف سي او 2 على تخلص من سي او 2. شكرا. زينب جميل. زينب جميل تفضلي. دكتور عادي طالب اسمه بالمجموعة الثانية ويجوي المجموعة الأولى؟ يعني احنا مرتبطين بخط وصور. زينب يعني احنا هسه حاليا فاتحين زوم قضية نقل جروبات، يعني إذا عندي السؤال كذي السؤال هذا الموضوع مهم، تروحين للعمادة تستفسرين من عنده. سين محمد تفضل. ما أعرف هذا الموضوع يا من العمادة. تفضل حسين. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. آخر شيء راح نأخذ فاطمة الزهراء بعد حسين. بس نعم تفضل. راح أفصل عندي النت، ما أعرف بخصوص الكلاميات اللي موجودة بال بي دي اف. نعم. مثل الكوفيننت بوينت والإند بوينت، لأني حفظه قال له توضيح للعمل يعني. كوفيننت بوينت تعريفه هاي غير لا مطلوبة معكم كتعريف. مطلوبة ككلاميات حفظ. نعم. نعم. شكرا حبيبي. فاطمة الزهراء تفضلي. فاطمة الزهراء. دكتور. نعم. دكتور. مش اسمها الأسئلة راح تكون من المنزمة حصلا؟ نعم من المنزمة راح تكون. يعني ماك خارج؟ شلون؟ ضمني. داخل. نعم داخل. موجود فيديو، اذا ترجعون فيديو يعني موجود باليوتيوب قبل شوي شوفه تاكدت ان صراحه شككتوني انه ما موجود. موجود نمط الاسئله شرحتها بدايه المحاضره راح تكون نظري وعملي، يعني جانب كتابه وجانب تشتغلونه يضمن البريبريشن. الايتا قبل شوي ايضا جاوبته قضية الايتا الكيمينو فور، فقط الايتا الكيمينو فور اللي هي خمسة. النقل بين الجروبات يعني مو يم الموضوع، نقل الجروبات هو يم العمادة. قانون التخفيف يستخدم تحضير برمنجات بوتاسيوم بالتحضير بالبريبريشن. بالبريبريشن يستخدم قانون بما انه مادة صلبة فنستخدم النورماليتي الويت على الكوفيننت ويت في ألف على V أو المولاريتي. أوكسيديشن ريدكشن داخلها قاعد أنا قاعد أتطرق بالأسئلة اللي موجودة بالشات. مال الكحولات قبل شوية أيضا وضحتها، والجروبات وضحت الجروبات إحنا مو يمن الموضوع. البروسيجر مو حفظ. هاي الأسئلة. الطلاب الايتا وضحت الايتا، الايتا عندكم وتقدرون ترجعون للمحاضره، يعني كلش سبت بشرحها كلش هو شرحته. الايتا عندكم حاله القوائل، يعني هو المولكيولر ويت مجموع الاوزان الذريه مولكيولر ويت تقسيم الايتا. الايتا شنو؟ الايتا بحاله الحامض فناخذ نمبر اوف هيدروجين، مثل من مثل ال HCl 1 ال H2SO4 2. بحاله القواعد ناخذ نمبر اوف هيدروكسايد، مثل شنو؟ مثل الـ NaOH. إيش قلت؟ الـ OH واحد. وبحالة الأملاح نأخذ الـ charge
كاتيون اللي هو الشحن الموجب اجيت ناقصه مثل الاناي سي ال اللي هو الاناي واحد هذا الايتا ببساطه. وحاله الاكسده والاختزال فهو اللي ذكرنا لكم. هاي المواد اللي ذكرناها الماده الداخله لكم بالامتحان السيفتي والجلاس وير وكذلك التجارب الثلاثه اللي ذكرناها لكم. وشكرا جزيلا لكم طلابنا الاعزاء.